طيب الله يحفظك شيخ، كفارة اليمين إذا أطعمت رز، طبخت طبخ عادة الفقراء، غديت 10 فقراء، هل يلزم أن يطعم معه لحم يا شيخ؟ ما هو لازم؟ إذا فقط الرز يكفي. اللحم طبعا مثل بلد ما تيسر. يعني اللحم كمان. من أوسط ما تطعمون عليكم. لكن الوسط يا شيخ إنه يأكل الرز مع اللحم الناس الآن. اللي يتيسر. لكن ما هو بشرط. ما هو بشرط. طعام من جنس ما تطعم أهلك. سواء اللحم ولا دهن ولا غيره. يعني ما هو بشرط اللحم. لا مو بشرط. يعني لو طعمت رز سادة كذا ما في إشكال. اللي تأكل أنت وأهلك. من أوسط ما تطعمون عليكم. كان إلقاء هذه 3 أسابيع في شهر الإزن باز حفظه الله مغرب يوم الاثنين 16 من شهر جماد الأولى عام 1419 هجري.